وطبعا اول الحضور الاعلاميه الكبيره صديقتي وحبيبتي واكتر واحده داعمه للميركس دور. احنا العمر مع الميركس دور. مها سلمى، ايه الجمال ده وايه الالوان الحلوه دي؟ والله انتوا اللبنانيين ما احلاكوا والله. حي الاثنين. حكي من قلبك وبتسمي انت في لبنان. هو ده شعار انهض يا لبنان، وهو ده شعار اهل لبنان، ما بيعرفوش اليأس ابدا برغم اي الظروف. التحدي جواكم واكيد انتوا بالتحدي ده هتكسبوا. بس كلميني على التله الحلوه. حبيبة قلبنا نور فتح الله، يعني نور مبدعة. هي أصرت هيدا في تفاؤل لأنه الشعار انهض يا لبنان، فبدها الدنيا تضل مضواية. أنت مضواية ونور فتح الله بنبعت لها التحية. وأول الحضور دور مها سلمى، وبدأوا الصبايا الحلوين يوصلوا على الريد كاربت زي ما أنتم شايفين أهو. خلاص الميعاد دلوقتي، يعني المفروض كمان يطلعوا على الهواء كمان 6 تقريبا. الريد كاربت هتبدا على الام تي في، ولكن احنا يعني بنحاول ننقل لكم الكواليس من خلال حبيبة قلبي.